مواقع تصوير فاست اند فيوريوس. الغيارات السريعه اللي ما بتخلص. نفس المشاهد بتصير قلبك يدق بس تقطع بهالمناطق. البيت الاهم برايي انا هو هذا اللي وراي. اول حلقه لقلنا برنامجنا الجديد اللي له علاقه باماكن تصوير الافلام، اللي له علاقه بالسيارات، او اللي خاصه بالروتريب، او اللي خاصه بالرحلات اللي فيك تعملها بالسيارات. رح تبلش من لوس انجلوس. ولأنه عم نحكي عن سيارات لازم يكون أقوى فيهم سيارات، عم بحكي عن فاست اند فيوريوس. وراي في دودجرز ستاديوم، يعني ملعب الدودجرز. ملعب مخيف رائع جدا، انه وجودنا هون مش كرمال نحضر جيم للدودجرز، انما تنخبركم انه هون بلشت سلسله افلام فاست اند فيوريوس. بالباركينج اللي جوا على تله عاليه بتطل على لوس انجلوس كلها، كانت فيها اول مره بنشوف براين اوكونر او بول ووكر عم يعمل السواقه الخطيره بالميتسوبيشي اكليبس الخضراء تبعه وفقد السيطره عليها. هذه كانت بدايتنا من هون لحط لكم المشهد، ومن بعد رح نكمل جولتنا على كل اماكن تصوير فاست اند فيوريوس اللي موجوده بلوس انجلوس. رحله رائعه جدا، تابعونا. قبل ما نتابع رحلتنا وعم نفرجيكم المشهد الخطير بدايه فاست اند فيوريوس، السلسله الافلام الرائعه جدا اللي غيرت حياه عالم كثير بعالم السيارات وانا واحد منهم، لازم هلا تشترك بقناتنا على اليوتيوب، تشاركنا رايك بهيك نوع من الافلام. بتحب تشوف افلام فاست اند فيوريوس؟ شو رايك فيها؟ وبتحب تشوف هيك انواع من البرامج لها علاقه بالسفر والروت تريبس اللي خاصه بس بالسيارات؟ شاركنا رايك. طبعا احنا بعد الصبح بكير، كثير بكير، انما الجوله طويله لازم ناخذكم بتفصيليتها. بعد ما فرجيناكم اول مكان طلعت فيه فاست اند فيوريوس، صار لازم نفرجيكم اهم مكان له علاقه بفاست اند فيوريوس، البيت اللي موجود ورايي. هذا البيت هو البيت تبع دومينيك توريتو، بنفس الوقت تبع اخته ميا، محل ما بعد ما هربوا من الشرطه اجوا والتقوا هون، المحل اللي بيصير فيه الباربيكيوز، محل اللي بيصير فيه اذا بدكم الاعداد العائليه. والاهم خبري بدي اخبركم اياه انه هون مفروض يكون في جراج تكون فيه 1970 تشارجر، انما حركات السينما طبعا بتنقلك على مكان تصوير ثاني. البيت اللي تصور فيه الدوج تشارجر بطل موجود، انما البيت الاهم برايي انا هو هذا اللي وراي. المحل اللي ما حدا بحب فيه التونه ساندويتش هو المحل اللي ورايي. الفكره هي بعد ما فرجيناكم دوجر ستاديوم، بعد ما فرجيناكم بيته لدوم، عم نفرجيكم المطعم تبع دوم. والحقيقه لانه مطعم ولا في تونه ساندويتش ولا شيء، عباره عن ماركت صغير موجود وراي رح فرجيكم اياه. بيكون موجود براين اوكونر جوا عم ياكل ساندويتش تونه مع اخته لدوم مع ميا، وبصير المشكل هناك. رح احط لكم المشهد. Bullshit asshole, no one likes a tuna here. Yeah, well I do. محل ما انا واقف بالضبط هو المحل اللي بتوقف فيه التريلر اللي بتكون عليها التويوتا سوبرا اللي غيرت معنى التويوتا سوبرا بالعالم بفيلم فاست اند فيوريوس بال 2001. توقف هون، توقف السياره، بقول له انا قلت لك بدي 10 سكند كار مش 10 مينت كار، وبتبلش عمليه تحضير براين اوكونر ليكون من اهم السائقين واهم الشخصيات هو ودوم بفيلم فاست اند فيوريوس، او بالاحرى بسلسله فاست اند فيوريوس. من هون كانت تويوتا سوبرا ومن هون انطلقت الليجند. I said a 10 second car, not a 10 minute car. يعني هيدا هو الاوتو ريبير شوب تبع دوم تورنتو. طبعا هو المحل بالحقيقه هو اوتو ريبير شوب بكل معنى الكلمه، بس طبعا انبيع وانشرى عده مرات من 2001 لليوم، عم نحكي من اكثر من 20 سنه. هيدا المبنى هو المبنى اللي بيجي عليه دوم بعد ما يكون لاتي ماتت، جاي يعرف شو اللي صار، بيجي عند ديفيد بورك وبقول له ديفيد خبرني الخبريه، وبحطه من الطابق الرابع من هنيك، بيمسكه من اجره وبيكبه. لما بيتدخل بول ووكر براين اوكونر بهديك الفتره كنا لقينا الدم موجود هون. هيدي قصه هذا المبنى اللي موجود قدامنا.
حتى في مشهد تاني تصور بهذا المبنى بفاست اند فيوريوس لما يكون براين اوكونر عم بيعمل عملية مداهمة مع الشرطة. يعني كل ما اوسع محل بقلكم هيدا اهم محل بفيلم فاست اند فيوريوس، انما هيدا عن جد اهم محل بفيلم فاست اند فيوريوس، احلى مكان، لانه هذا المكان اللي بتشوفه بتعتم الدنيا، بيجوا السيارات كلها، وبلش السبق بين دوم وبراين، وهون براين بيخسر سيارته الميتسوبيشي، وبعدين بيكمل الموفي بطريقه ولا اروع من هيك، وهون كان بدايه السبق، ومن هون هالشوارع اللي عم شوف حوالي هي اللي كنا عم نشهد فيها الغيارات السريعه اللي ما بتخلص بفيلم فاست اند فيوريوس. طبعا معظم الاماكن اللي زرناها لفاست اند فيوريوس كانت موجوده بقلب داون تاون لوس انجلوس، بالتالي ما كان عندنا مجال نسوق ونحكي كثير مع بعض. هلا حاستغل الفرصه قبل ما اوصل على اخر موقع تصوير، كل مره بدي اقول لكم هو الاهم ولا بقول لكم ليش، وبحاجه للسياره تقدر تكون عم نفذ نفس المشهد. احنا معنا السياره الموجوده معنا هي شيفروليتا هو زد 71، يعني النسخه الرياضيه من شيفروليتا هو. انا حديث مش عن السياره هلا، حديث عن فاست اند فيوريوس. رح استغل الفرصه قبل ما اوصل، تقريبا بدي حوالي 10 دقائق قبل ما اوصل، تخبركم شو فكره البرنامج اللي عم نعمله احنا هلا. فكره جديده، فكره انه كل الناس بتحب الافلام، وجماعه السيارات نحن تحديدا بنحب افلام السيارات، فاخترعنا فكره برنامج اسمه سياحه وسيارات. بمعنى اخر بنعمل جوده سياحيه، خلينا نطلع صوت الراديو على الاخر لانه امريكا طبعا الموسيقى الامريكيه. البرنامج اسمه سياحه وسيارات. شو هو فكرته البرنامج؟ البرنامج فكرته انه كل جماعه السيارات بتحب تعمل هوايه محدده بسيارات. في ناس بتحب تنزل على الحلبه، في ناس بتحب تسوق، في ناس بتحب تسوق طرقات طويله، تعمل رود تريبس، تروح على لوكيشنز يمكن تصوير اماكن مثل ما عم نعمل احنا هلا لفاست اند فيوريوس. يعني في مجموعه من الطرقات، تنزل على الحلبه، تسوق على الاوتوبان، كل هذا حنجيب لكم اياه حلقه حلقه، اكيد مش كله بنفس الحلقه. الحلقة اللي قررنا نبلش فيها هلا كانت حلقة فاست اند فيوريوس، لأنه بعتبر إنه هيدا الفيلم اللي غير بكل معنى الكلمة تاريخ السيارات بالعالم، وتاريخ تحديدا تزويد وتعديل السيارات. 2001 كان بداية الفيلم مع فاست اند فيوريوس، أخذناكم عدة أماكن للتصوير اللي صار فيها مشاهد فاست اند فيوريوس، بيبقى عندنا مكان واحد. أنا بدي رأيكم بالأول إذا أنتم بتحبوا هالنوع من البرامج أم بتفضلوا نبقى فقط بتجارب السيارات. عم جرب نعطيكم تنويع بالبرامج، مش بس تكون اخبار السيارات وتجارب السيارات، عم جرب نعطيكم تجربه مختلفه رود تريبس، حتى تجربه هيدي السياره حتكون مختلفه، وهذا اللي بنوعدكم فيه. رح يكون في اكثر من تجربه اللي قلنا بلوس انجلوس هون، يعني اكثر من نوع تجربه خلينا نحط هيك، او اكثر من برنامج او اكثر من حلقه اللي قلنا احنا موجودين بلوس انجلوس. الموضوع مثل ما قلنا لكم عم نجيب فكره جديده على عالم السيارات، فكره تصوير تجارب بكل معنى الكلمة، تصوير الباشن تبعنا، تصوير الشغف تبعنا. وبلشنا بأول حلقة بسياحة وسيارات مواقع تصوير فاست اند فيوريوس. على القد يا جماعة زبطت معنا، على القد. نوقف على الإشارة هون بيطلع فيه تبع الفراري وبيقول لي What's the retail on one of those؟ بقول له More than you can afford pal a Ferrari. وعم يكبس معي الام عم يكبس معي البي ام دبليو. عش لاجواء الفيلم فاست اند فيوريوس بكل معنى الكلمه يا جماعه. بهيدي اللحظه عشنا اجواء فيلم فاست اند فيوريوس بكل معنى الكلمه. بس سريعا طبعا تتمتع بالموسيقى والطريق الساحليه بكاليفورنيا ماليبو تحديدا. على فكره اختيار شيفروليتا او زد 71 لهيدي الرحله بالذات كان خيار موفق. السبب عندي مقاعد قد ما بدك، مساحه قد ما بدك، راحه قد ما بدك، مقاعد مريحه قد ما بدك. حتى بلوس انجلوس بيكون الطقس الصبح بارد، بالتالي السياره لوحده دورت تدفئه المقاعد وتدفئه المقود لتكون عم تعطيني الحراره المناسبه تقدر تكون مرتاح بالسواقه. ادابتف سسبنشن، شو بدي اخبركم، الطرقات بامريكا من أسوأ انواع الطرقات بالعالم. وطي الصوت. ادابتف سسبنشن اللي موجود على السياره ما عم بيخليني حس ابدا قاعد مرتاح على الماكسيموم. عندنا رحله تانية حنختبر فيها مصروف الوقود لشيفروليت او زد 71. انما عم نحكي فاست اند فيوريوس، بدك سياره سريعه وبدك سياره مريحه، كان اختيارنا الانسب لهذه السياره.
قلنا لكم لهالمشهد بالذات بدنا السيارة، والسيارة هيها معنا والإشارة موجودة وعم نقرب عليها. هلا أفرجيكم شو بده يصير. الطرقات يا جماعة روعة روعة روعة، والمشهد هون بيكون طاير ونحن عم نكبس بمحرك الـ V8 5.3 لتر، وبيطلع عن الفيراري وبيفرجيه انه التويوتا سوبرا او التزويد بيربح على السوبر كورز. نفس المشاهد نفس المشاهد، بتصير قلبك يدق بس تقطع بهالمناطق. حتى صوت الاكزوست على Z71 مختلف. على فكرة كانت Z71 باكج قبل، صارت Z71 تريم او فئة موجودة فيك تشتريها. مهم بعد ما تسبق الفيراري بالتويوتا سوبرا، اول شغلة بتعملها بتفوت على نبتونز كافيه. لكن حتى من حظنا في تجمع للشباب اللي بيحبوا السيارات، عندك اثنين مرسيدس وبي ام دبليو. اجواء فاست اند فيوريوس بكل معنى الكلمة. نزلنا من شيفروليه تاهو وبعد ما اختبرنا مع بعض بالفعل المشهد اعادة تمثيله بكل معنى الكلمة، انما اختلاف السيارات. احنا كنا بالشيفروليه تاهو زد 71 الرياضية، نزلنا ناخد اخر بريك لقلنا بنبتون كافيه، محل ما قعد دوم وبراين وحكيوا مع بعض، ودوم قال له نحن عنا عملية سرقة، ومن هونيك راحوا على ريس وورز والفيلم بينتهي هونيك. وهون نحن حننهي جولتنا لفاست ان فيوريوس. بنصحكم تنزلوا تقعدوا وتاخذوا الاجواء الرائعة اللي موجودة بالكافية مع منظر البحر اللي موجود امامكم. لكن المنظر اللي وراي يعني عن جد بالفعل، كمية السيارات اللي بتقطع من هون على فكرة اللي معدلة والرياضية مخيفة، والاصوات دايما طريق. انت بس شوف الطريق، انت بس شوف الطريق. حتى هون في مجموعة كتير كبيرة من محبي فاست اند فيوريوس كانوا عم يتصوروا وراي شوي. لهون رح نوصل لختام أول حلقة من سياحة وسيارات، لأنه عنا مشوار تاني بالحلقة الجاية رح تشوفوها، رحلة طويلة 9 ساعات سوية، ما حقدر لكم من وين لوين هلا. ترقبونا بالحلقة الجاية من سياحة وسيارات على قناتنا الجديدة، واعطونا رأيكم إذا عجبكم هالنوع من الأفلام، بدكم تشوفوا كمان تصوير أماكن تصوير أفلام ببرامج من هالنوع، برنامج مثل سياحة وسيارات، أو بتفضلوا نبقى بروت تريبس، أو بتفضلوا نطلع على الحلبات. أعطونا رأيكم شو بتحبوا تشوفوا كهواية بموضوع السياحة والسيارات. من قدام كافيه نبتون، محل ما كانت لحظة الحقيقة بين دوم وبراين. نحن عم ننهي حلقتنا من أول حلقة من برنامجنا الجديد سياحة وسيارات. نختبر مع بعض تجربة جديدة. بس ناخدكم جولة وراء الكواليس.